بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قسم الفنون البصرية في مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين. معكم الأستاذ معاذ بسام. قيمة الأسبوع هي أتعرف لأبدع. أعزائي الطلاب، دعونا نكتشف المعاني التي استوحي منها شعار كأس العالم فيفا قطر 2022. أولا، نشاهد هنا مرونة الشال، شكل ثلاثي الأبعاد. هنا عناصر الزخرفة، النقاط على الحروف كما تشاهدون أمامكم، في الوسط كرة القدم، هنا شكل الكأس الخاصة بكأس العالم فيفا قطر، رمز اللانهاية ورقم 8 كما تشاهدون أعزائي الطلاب، وأيضا خط أبدعته يد الإنسان. لأجل قطر أنا ملتزم بالكمامة. أعزائي الطلاب، دعونا نحافظ على لبس الكمامة في الأماكن المخصصة للبسها، ونحافظ أيضا على نظافة اليدين وحمل المعقم. مرحبا يا أبطال، أنا صديقكم المعلم، أنا سنفور الفنان. مرحبا يا أصدقائي الفنانين، عدنا من جديد في درسنا الجميل. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا. أعزائي الطلاب، القوانين داخل الصف. أولا، نتعاون في إنجاز المهام الصفية. نشارك في الصف برفع الأيدي ونسأل لنتعلم. نستمع للآخرين دون المقاطعة، ونحترم الآخرين. أحسنتم أعزائي الطلاب. ما هو عنوان الدرس؟ أحسنتم، أحداث كأس العالم 2022. أهداف الدرس: يتعرف الطالب على أنواع الخطوط الهندسية. يرسم ويلون الطالب نموذج من أحداث كأس العالم 2022. أعزائي الطلاب، الآن نشاهد معا أنواع الخطوط. أولا، الخط المستقيم، عمودي أو أفقي أو مائل كما تشاهدون أمامكم. الخط المتموج كما تشاهدون أمامكم أعزائي الطلاب. الخط المنكسر، الخط الحلزوني كما تشاهدون أمامكم أعزائي الطلاب. أيها الفنانون، إنه الخط اللولبي، تشاهدون كيف يكون؟ الخط المتعرج يا أبطال، الخط المنحني كما تشاهدون أمامكم، إنه الخط المنقط، تشاهدون؟ إنه منقط. الخط المتقطع كما تشاهدون أمامكم. أعزائي الطلاب، أريد أن أرسم أمامكم خط، وقولوا لي ما هو الخط.
ما اسم هذا الخط أعزائي الطلاب؟ أحسنتم، إنه الخط المنحني. بارك الله بكم. نشاهد الآن مجموعة صور مرسومة بالخطوط المتقطعة والمنقطة، وأيضا باستخدام الخطوط المستقيمة. هنالك أنواع خطوط كثيرة في هذه الصور الجميلة. بإمكانكم التركيز وإخراج جميع الخطوط الموجودة في الصورة أمامكم. أحسنتم أعزائي الطلاب، ماذا تشاهدون أمامكم؟ جول. نشاهد الآن فريق دولة قطر، الفريق الوطني لدولة قطر في كأس العالم 2022. عزيزي الطالب، افتح الرسالة واقرأ الموجود داخل الظرف. من يريد أن يفتح الرسالة أعزائي الطلاب؟ تفضلوا. ارسم عملا فنيا عن كأس العالم، أريد إبداعاتكم. يتكامل هذا الموضوع مع مادة الاجتماعيات في موضوع استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022. الأدوات المستخدمة في الرسم والتلوين، أدوات الفنون البصرية. أولاً أعزائي الطلاب، يجب عليكم جميعاً دائماً إحضار الدفتر والألوان والمسطرة وقلم الرصاص والممحاة وآخراً المبرأة. هل أنتم مستعدون؟ أعزائي الطلاب، هنالك إرشادات للرسم والتلوين. ما هي؟ أولاً تلوين بخط مستقيم إما أفقي أو عمودي، عدم الخروج عن حدود الشكل. إذا كنا نلون مستطيل لا نخرج خارج المستطيل. عدم ترك مسافات بيضاء أثناء التلوين، أريد التلوين أن يكون متقناً. في انتظار إبداعاتكم أيها الفنانون. هيا نرسم ونلون، هل أنتم مستعدون للتحدي الجديد اليوم؟ هيا بنا. أولا أعزائي الطلاب، نبدأ بعمل سكتش. السكتش هو أن نتخيل الموضوع ونرسمه بقلم رصاص على ورقة بيضاء قبل التلوين. أن نتخيل المشهد كامل، نريد أن نرسم 4 رسومات خاصة بأحداث كأس العالم. أولا بإمكانكم رسم الرسومات خاصة بكأس العالم. أعزائي الطلاب، علينا الانتباه الآن إلى أنه يوجد شيء مشترك في جميع الرسمات التي أمامنا، ألا وهي كلمة قطر بالإنجليزية وطريقة كتابتها، لأنها تعتبر مشاهد متنوعة لأكثر من فعالية أو أكثر من حدث في دولة قطر في كأس العالم. ثانيا نبدأ بالرسم والتلوين على ورقة بيضاء على دفتر الطالب
أو بإمكانكم استخدام أي ورقة تحبونها. هل أنتم مستعدون؟ هل جميع أدواتكم جاهزة؟ هيا بنا. أولا أعزائي الطلاب، الرسمة التي رأيناها في السكتش طبقناها الآن أمامنا ولوناها بشكل جيد. بإمكانكم إيقاف الفيديو وتلوين الرسومات التي أمامكم. أيضا أعزائي الطلاب، تم تلوين شعار كأس العالم. والمشهد الثالث من المشاهد الأربعة التي رسمناها، وهي تعبر عن الريل والدفنة والأبراج والسماء والجو الجميل في دولة قطر. والمشهد الرابع أعزائي الطلاب هو استاد الخيمة الذي سيقام فيه مباريات كأس العالم، ونشاهد طيران القطرية التي هو الأول على العالم. الآن أعزائي الطلاب نشاهد الأربعة مشاهد أو أربعة أحداث في دولة قطر مجتمعة في صفحة واحدة. ثالثا أعزائي الطلاب، التسليم إلى مدرس الفنون البصرية. يسلم الأعمال في المدرسة إلى أستاذ معاذ بسام. في انتظار إبداعاتكم، وشكرا لإبداعاتكم أعزائي الطلاب. بإمكانكم رسم الرسومات التي أنتم تحبونها، ليس فقط هذه الرسمات أعزائي الطلاب، أريد إبداعاتكم. في انتظار إبداعاتكم يا طلاب الفنانين. لا تنسى عزيزي الطالب تلوين الخلفية بالألوان المناسبة، لا تتركها بيضاء. أيها الفنانون، أجب عن السؤال التالي: ما اسم هذا الخط الذي أمامكم أعزائي الطلاب؟ هذا الخط ما اسمه؟ من يقول؟ صنفور الفنان رافع يده بأدب، تفضل يا صنفور الفنان، ما اسم هذا الخط؟ الخط المستقيم، أحسنت، بارك الله بك. أعزائي الطلاب، وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، كان معكم أستاذ معاذ بسام. بإمكانكم اختيار المشاهد التي تحبونها أعزائي الطلاب، مسموح تقديم من 4 إلى 6 مشاهد أو 8 كحد أقصى. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.